نظريات أخرى لغرق سفينة تايتانيك. هناك عدة نظريات تفسر سبب غرق السفينة، نعرضها لكم جميعاً ونترك لكل ذي عقل الاقتناع بما يراه أقرب للمنطق. السفينة تحدي لله عز وجل. لابد أن أحدكم بالتأكيد قد سمع بقصة تحدي أحد صانع السفينة لله عز وجل وقوله Not even God himself could sink this ship، بمعنى حتى الله نفسه لا يستطيع إغراق هذه السفينة، وعليه فقد قدر الله غرق السفينة في أول رحلة لها لتكون عبرة وآية. وأصبح العنوان الأشهر للصحف بعد غرق السفينة السفينة التي لا تغرق ترقد في قاع المحيط. لعنة الفراعنة. السفينة حملت إحدى المومياوات المصرية. كان اللورد كانترفيل طلب نقلها من إنجلترا إلى نيويورك، وكانت المومياء تخص إحدى عرافات إخناتون الشهيرات التي عثر على قبرها في تل العمرنة داخل المعبد الذي تم إنشاؤه خصيصاً لها وهو معبد العيون. فكانت المومياء مزودة بعدد من التمائم، ومنها تميمة عليها سورة أوزيريس وعليها الكتابة التالية: استيقظي من سباتك الذي أنت فيه الآن، إن نظرة من عينيك ستحطم كل شيء يكون ضدك. وقد وضعت تلك التميمة تحت رأس العرافة الميتة، ووضعت المومياء في صندوق خشبي، ونظراً لقيمتها الكبيرة فلم يتم وضعها بين البضائع التي تحملها السفينة، ولكنها وضعت خلف كابينة قبطان السفينة إدوارد سميث. فماذا حدث؟ يعتقد كثير من الشهود أن القبطان كان يقوم بتصرفات غريبة لا تتفق مع خبرته الطويلة ورزانته المعروفة، وكانت قراراته غريبة حتى بالنسبة لمعاونيه من الضباط والمساعدين. جريمة مدبرة. نظرية أخرى مثيرة للاهتمام تتلخص في أن مالك السفينة هم عائلة مورغان، وهي عائلة ماسونية سيطرت على اقتصاد العالم بعد الحرب العالمية الأولى. وقد كان ثلاثة من بين من لقوا حتفهم من غرق السفينة كانوا من أثرى أثرياء العالم ومن أشد المعارضين لإنشاء البنك الفيدرالي الأمريكي، والحاملين لرسالة أندرو جاكسون وآخر خط دفاع ممن رفضوا إشعال فتيل الحرب العالمية الأولى. وكذلك بعد فترة وجيزة من غرق تايتانيك تم إنشاء الاحتياطي الفيدرالي، ثم وبعد فترة وجيزة اندلعت الحرب العالمية الأولى. وكل ذلك يفسر بأن غرق أضخم سفينة في ذلك الوقت لم يكن صدفة، بل كان أحد أكثر الجرائم التي عرفتها البشرية إتقاناً. كان هدفها اغتيال معارضين للنظام العالمي الجديد.